نبقى في ذات السياق وحول هذا الموضوع تحديدا. معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. في البداية مرحبا بك سعادة الوزير. مساكم الله بالخير والأخوة المشاهدين. الله يمسك بالخير. طبعا بداية سعادة الوزير، هل توضح لنا الجهود التي قامت بها الوزارة في التخلص من تجمعات مياه الأمطار في الشوارع وأيضا شبكات الصرف الصحي؟ إضافة إلى التقرير الذي تفضلتم به قبل قليل، وتنفيذا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومنذ الأسبوع الماضي في الحقيقة في الاستعداد لموجة الأمطار التي سادت المنطقة، وبناء على التوقعات لحالة الطقس من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات، استعدت الوزارة لهذه الموجة من الأمطار بالدعوة إلى فريق الطوارئ للبدء أولا في التواجد الميداني لكافة العاملين لتصريف مياه الأمطار في الوزارة من فنيين وموظفين وأيضا المسؤولين. الكل التواجد الميداني كان هذا أول مرحلة وأول خطوة اتخذناها، وكما توضح في التقرير الذي تفضلتم فيه، قامت لجنة الطوارئ بتحديد الأولويات التي لدينا بالنسبة إلى الوزارة. من أهم هذه الأولويات هو المحافظة على شبكة الصرف الصحي ومستوى الخدمة في هذه اللجنة. مستوى شبكة الصرف الصحي تستقبل حوالي نصف مليون متر مكعب من المياه في اليوم، ومن الضروري جدا المحافظة على درجة السلامة وأيضا التشغيل لهذه الشبكة. الأولوية الثانية هي كانت تحديد أن الشوارع الرئيسية التي تحمل أكبر عدد من حجم المرور هذا يجب أن هي تكون سالكة، وكان التأكيد على أن كل الشبكة الرئيسية وما تحتويه من جسور وأنفاق أن هي على درجة عالية من الصيانة، وأن هي تكون تقدم الخدمة الكاملة في هذا. الأولوية الثالثة هي التأكد من الأماكن الحيوية، من المدارس، المراكز الصحية، أماكن العمل. وقامت الوزارة باستنفار كل الإمكانيات اللي المتواجدة من مضخات المضخات والصهاريج، وكان هناك تنسيق متكامل مع الأخوة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، من أهمها وإحنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى تعاونها اللي هي الدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور، الأخوة في وزارة التربية والتعليم، وأيضا في وزارة الصحة. نعم سعادة الوزير، طبعا يعني إدارة الأرصاد الجوية أصدرت أيضا تحذيرا بأن هذه الموجة، موجة الطقس، سوف تستمر إلى يوم غد إن شاء الله أو الأيام المقبلة. ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة لمواجهة تجمع مياه الأمطار في حال تساقطها طبعا خلال الأيام المقبلة؟ طبعا الخطط، هذا أهم خطة، هو الاستمرار في حالة الاستنفار اللي احنا فيها اليوم. نعم. هذا والتواجد الميداني لكل العاملين في هذا، من مسؤولين وفنيين ومهندسين بإذن الله، وأيضا التركيز على الحلول البسيطة الاقتصادية، وبنفس الوقت اللي تقوم الوزارة حاليا بالعمل على عدد من البرامج وأيضا من المشاريع لإيجاد حلول جذرية لبعض المواقع التي تكرر فيها تجمع مياه الأمطار. هذا وكذلك الاستمرار في أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ اللي نعتمد عليها. نعم. بالدرجة الأولى لضخ هذه المياه إلى البحر أو إلى مواقع اللي تم تحديدها لتجميع مياه الأمطار. نعم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.